نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في القمة الإيطالية الأفريقية والتي ستعقد يومي 28 و29 من يناير الجاري بروما. ومن المقرر أن تلقي وزيرة التعاون الدولي كلمة مصر التي ستركز خلالها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الإفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا. أعلن وزير البترول طارق الملا إطلاق الدورة السابعة من مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024 خلال الفترة من 19 حتى 21 من فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعقد المؤتمر تحت شعار التحول الطاقي وتأمينه وخفض الانبعاثات بمشاركة متوقعة لأكثر من 35 ألف مشارك و2200 من أعضاء وفود تمثل جميع أطراف سلسلة إمداد الطاقة. وجدنا حينما بدأنا نجهز لهذا المؤتمر من العام الماضي المشاركة الكبيرة من الشركات العالمية الدولية والإقليمية والمحلية في أن تكون معنا في هذا المؤتمر، سواء بالمشاركة من حيث الرعاية للمؤتمر أو المشاركة من حيث أن هم يكون لهم أماكن في المعرض بحيث أن هم يقدموا الأعمال اللي بيقوموا بيها ويقولوا إزاي إن هم هيكونوا جزء من التحول والانتقال الطاقي اللي كلنا بنتحدث عنه النهاردة. من المنتظر أن يقدم إيجيبس 2024 رواد من كافة أوجه المنظومة البيئية للطاقة لعرض التكنولوجيات التي تحرك الصناعة للوصول إلى مستقبل صفر انبعاثات. من المنتظر أن يقوم إيجيبس 2024 بجمع المعنيين الرئيسيين بالأمر ليلعبوا دورا هاما في المشروعات القادمة بالمنطقة. كذلك سوف يقوم إيجيبس بتسليط الضوء أيضا على كيفية تقديم مصر كمركزا للطاقة في المنطقة، ويعرض كيف يمكن لقارة أفريقيا ككل أن تدعم حراكا مستداما لتمكين الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الانتقالي الأفضل. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة أولت اهتماما خاصا لصناعة السيارات. وخلال العدد الخامس من إصداره مرصد السياسات العامة، أوضح مركز المعلومات أن الاستراتيجية الوطنية للسيارات تستهدف أيضا تصدير السيارات للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير تلك الصناعة. أعلنت هيئة قناة السويس انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة لبدن ومكونات سفينة الصب الجاف اليونانية زوغرافيا بشركة ترسانة السويس البحرية. يأتي ذلك في إطار تقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر عبر تقديم جميع الخدمات الملاحية وخدمة الإصلاح والصيانة التي قد تحتاجها السفن العابرة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.48 من الألف تريليون جنيه. أما عن المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 وذلك بنسبة 3.47 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 28625 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 2.14 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 2.41 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 9544 نقطة. قال عدد من المندوبين في تحالف أوبك بلس إن التحالف لا يخطط لإجراء أي تعديلات على سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماعه المقبل، وحتى الآن لم تشهد أسعار النفط تغيرات كبيرة جراء خفض الإمدادات الإضافي بمقدار 900 ألف برميل يوميا من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها، والذي يتزامن مع التوترات الجيوسياسية بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.